أعزائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم. نتابع اليوم تسجيل محاضرات الريال. الآن عندنا المحاضرة 12. طبعاً إحنا كنا المحاضرة الماضية خلصنا السكشن الأول بريمان انتجرال، واليوم بنبلش بالسكشن الثاني اللي هو عنوانه ريمان انتجرابل فانكشنز. في هذا السكشن رايحين نتعرف على مجموعات الاقترانات اللي قابلة للتكامل بمفهوم ريمان، وهي فعليا ثلاث أنواع رايحين نحكي عنها. أول نوع، طبعا مش بالمحاضرة هاي، المحاضرات القادمة، أول نوع اللي هو الستيب فانكشنز، اقترانات الدرج سموها، راح نعطي تعريف لها ونثبت نظرية إنه كل ستيب فانكشن از ريمان انتجرابل. طبعا دائما احنا هنا الاقترانات كلها معرفة على فترة محدودة ومغلقة AB، فبعتقد هاي الأمور واضحة، قلنا في بداية الشابتر دائما فترة AB مغلقة. الآن الشغلة الثانية أو النوع الآخر أو الكلاس الآخر من الاقترانات بتكون ريمان انتجرابل، راح نثبت إنه كل continuous function is ريمان انتجرابل. وآخر نظرية راح نعطيها بدون برهان اللي هي كل monotone function is ريمان انتجرابل. اليوم بدنا نحكي عن نظريتين. أول واحد اللي هو أمامنا كوشي criterion، معيار كوشي، والنظرية الثانية اللي هو السكويز ثيرم. طبعا هذول النظريتين لهم فائدة يعني فيما بعد نحكي. فأول إشي الكوشي كرايتيريان. كوشي كرايتيريان زي ما أنتم شايفين يعني بعطينا شروط ضرورية ولازمة حتى يكون الاقتران ريمان انتجرابل. يعني الآن نحكي عن شروط، ها يعني لاحظوا a function f from AB to R belongs to RAB يعني ريمان انتجرابل على AB if and only if for any epsilon there exists delta. إذا كان عندك two tagged partitions p dot and q dot are any tagged partitions للفترة AB norm each of them less than delta، زي ما هو أمامنا norm p dot أقل أو يساوي delta، وكذلك norm q dot أقل أو يساوي delta. فبالتالي شو اللي بصير معي؟ بصير الفرق ما بين two Riemann sums، لاحظوا أقل من epsilon، فرق ما بين التوري من صمز اقل من ابسلون. اذا يعني كوشي كرايتيريان بعطيك شروط ضرورية ولازم للريمان انتجرابيليتي. عادة احنا ما بنستخدم يعني الريمان كوشي كرايتيريان عشان اثبت انه اقتران الماز ريمان انتجراب، لان العملية مش سهلة زي ما شفنا. حتى باي ديفينيشن عملية إثبات الريمان انتجرابيليتي، شفتوا إذا بتتذكروا الاقتران f للx يساوي x، كان عملية صعبة وبدها شغل كثير، فما بالك إذا بدك تلتجئ إلى الكوشي كرايتيريان. ولكن من جهة أخرى النيجيشن للكوشي كرايتيريان يعني نفي الكوشي كرايتيريان تقدر من خلاله تثبت إنه اقتران ما is not ريمان انتجرابيل. شو النيجيشن؟ يعني أنا حاط لك ريمارك إنه the Cauchy criterion can be used to show that a function is not Riemann integrable. لأن we may do that by using the negation of this criterion as نعمل نفي. لأن بدك تنفي اللي فوق. شو يعني f؟ يعني لاحظ إحنا باتجاهين نقول النظرية Riemann integrable معناته يؤدي إلى هذا، إذا هذا تحقق يؤدي إلى أنه Riemann integrable. فالآن if is not يعني if لا ينتمي ل RAB شو معناته؟ معناته الآن بدك تنفي هاي الجملة، بدل for any there exists، بدل for the exist for all delta، لاحظها، وبدل هاي المتباينة أقل بتصير أكبر أو يساوي. فهي فكرة عملية النيجيشن، هي كاتبينها تحت إنه there exists epsilon naught such that for any delta greater than zero there exist two tagged partitions p dot and q dot norm each of them less than delta. ولكن الفرق ما بين الريمان صمز اللي جايفينه بالقيمة المطلقة أكبر من أو يساوي إبسل، مش أقل وإنما أكبر من أو يساوي إبسل. فإحنا هذا النيجيشن راح نشوف مثال فيما بعد. على الآن المثال اللي هو الدريشلت فانكشن، اللي هو هذا الاقتران إذا بتذكروا عرفناه بشابتر 5 بريال 1. هذا الاقتران دريشلت فانكشن اللي معرف زي ما هو أمامنا، واحد إذا كانت X
راشنال من 0 و1 لما اخذها هون، طبعا ممكن اي فتره اخرى مش بس 0 و1، وصفر اذا كانت اكس از ايراشنال، يعني اذا كانت عدد نسبي صورته 1، عدد غير نسبي صورته 0. هذا اذا بترسموه، يعني حتى اذا بترجع لمحاضره الكونتينيوتي بالشابتر 5 حكيت عن هذا الاقتران بالتفصيل، وقلنا هذا الاقتران is discontinuous everywhere، فعليا مش متصل ولا عند اي نقطة. الان نثبت انه هذا we will show that f is not Riemann integrable على الفترة 0 و 1 by using the negation of the Cauchy criterion، باستخدام الملاحظة اللي حكيت عنها، عملية نفي للكوشي criterion. كيف الان؟ يعني ما اخذ epsilon في البداية يساوي ايبسلون نوت تساوي نص، هون زي ما انتم شايفين ما اخذها، انا بعرف مسبقا، انا هسه بنشوف، يعني هاي لو اجلتها الاخير مش مشكله. الان شو الهدف؟ الان بدي اخذ تو تاج بارتيشنز، واحده بي دوت اتاج بارتيشن وذ اونلي راشنال تاجز، يعني التاجز اللي فيها بس راشنال، والثاني كيو دوت يكونوا الراشنال تاجز. ماشي، فلاحظ الان البي دوت اللي التاجز تبعهم راشنال، الريمان صم للاقتران اف مع التاج بارتيشن بي دوت تعطى بهاي العلاقه، سميشن اف للتي اي في دلتا اكس اي، اف للتي اي في هاي الحاله لما التي اي هم تاجز بيكونوا راشنال صورتهم 1، فالان هذا يساوي زي ما انا كاتب هون اف للتي اي تساوي 1، فهذا بيعطيك 1 في دلتا اكس اي. هاي تلسكوبينج سيريز كل الحدود راح تختفي تتلاشى ما عدا الاول والاخير، فبصفي عندي xn ناقص x نوت يعني 1 ناقص 0 1. هاي الريمان صم للتاج بارتيشن بي دوت with only rational tags. الان الكيو دوت is a tag partition all of whose tags are irrational numbers. irrational الان. then الان الريمان صم بالتعريف f للكيو اي حيث الكيو اي هم التاجز. فبالتالي بعطيك ايش؟ صفر. ليش؟ لانه صوره الراشنال صفر، فسميشن صفر في دلتا اكس هاي صفر. فبالتالي الان لاي دلتا انت بتختارها، شو ما اخترت دلتا، بحيث انه بتقدر تختار دلتا يعني صغيره كفايه، بحيث انه النورم للبي دوت اقل من دلتا ونورم للكيو دوت اقل من دلتا. فبالتالي الان الفرق بين الريمان صمز هذول راح يطلع 1 ناقص 0 1، والواحد اكبر من نص اللي انا ماخذه فوق، مش شرط النص، بتقدر تاخذ اي عدد اقل من 1 او يساوي 1، يعني حتى لو اخذت الواحد تزبط. فابسلون نوت يو مي تشوز ات، ممكن تختاره اني نمبر بتوين 0 اند 1. فبهاي الحاله احنا هيك بينا انه الاف از نوت ريمان انتجرابل على الفتره 0 1، يعني عمليه مش صعبه زي ما انتم شايفين. نيجي الان للنظريه الثانيه اللي حكيت عنها، سكويز ثيرم. طبعا الان هاي السكويز ثيرم كمان بتعطينا شروط ضروريه ولازمه حتى يكون الاقتران ريمان انتجرابل على الفتره اي بي. كمان هاي راح نستخدمها السكويز ثيرم لما اثبت انه كل اقتران متصل از ريمان انتجرابل. النظريه بتحكي لي let f كالعاده من اي بي ل ار، then f is ريمان انتجرابل f and only f لاي ايبسيلون، يوجد فانكشن او تو فانكشنز خلينا نقول الفا سب ايبسيلون واوميجا او دبليو سب ايبسيلون ان ار اي بي. لاحظ بوث اوف ذم يعني از ريمان انتجرابل، بما انه الالفا والدبليو ان ار اي بي يعني كلاهما ريمان انتجرابل. وذ شو بحققوا؟ بحصروا الاف، اف محصور بين الفا ودبليو لاي اكس من اي بي. هاي عامل يعني ليش، منين اجت تسميه سكويز حصر خلينا نقول او عصر؟ ها من هاي النقطة انه اف للاكس عاملين له سكويزنج بتوين يعني الفا ودبليو، فبالتالي احنا هون هاي اجت التسمية من هاي المتباينتين اللي امامنا. الشغلة الثانية اللي بيحققوها شو هي؟ انه تكامل زي ما انتم شايفين، تكامل هون الفرق ما بين دبليو والفا اقل من ابسلون، يعني الفرق بيناتهم قليل جدا. يعني اذا بدنا نفسرها شو يعني؟ يعني الفرق بيناتهم قليل جدا. لاحظوا مع انهم بيحصروا الاف بيناتهم ولكن الفرق بيناتهم ايش؟ قليل جدا، خلينا نقول اقل من ابسلون، وابسلون از اني بوزيتيف نمبر، ها يعني خلينا نقول الفرق بيناتهم يؤول الى الصفر.
اذا هاي النظريه هاي سكويز ثيرم، شروط ضروري اف از ريمان انتجرابل، اف اند اونلي اف باتجاهين، اذا ريمان انتجرابل معناته لاي ابسلون يوجد اقترانين بحققوا هذول الشرطين، واذا تحقق الشرطين هذولا حققوا الشرطين لاي ابسلون معناته الاقتران اف از ريمان انتجرابل. طيب الان الاثبات، الاثبات ما فيهوش صعوبه كمان، اثبات باتجاهين زي ما قلنا. الان بهذا الاتجاه يعني اذا كان اف از ريمان انتجرابل ممكن ناخذ الفا تساوي دبليو تساوي اف لاي ابسلون. ليش؟ لانه يعني لاحظ اذا اخذت الفا تساوي دبليو، هسه شو الفرق بيناتهم؟ صفر، تكامل الصفر من اي الى بي، صفر صفر اقل من اي ابسلون. فممكن اذا لاحظ انا عندي هون ليش؟ لانه اف اكبر او يساوي اقل او يساوي، يعني المساواه صحيحه وستريكت صحيحه. فانا اخذت ايش؟ قلت اذا اف للاكس تساوي الفا تساوي دبليو معناته بتحقق هذول الشرطين، خلص. فهذا الاتجاه اذا خلصنا منه. ظل الاتجاه الاخر، شو الاتجاه الاخر؟ انه لاي ابسلون اكبر من صفر في عندي اقترانين الفا ودبليو بيحققوا الشرطين اللي حكينا عنهم واحد واثنين. الان بما انه الفا ودبليو ريمان انتجرابل، هذا معطى معانا الاتجاه الثاني. طيب الان بطبق التعريف على الفا وعلى الدبليو. طيب بالتالي لاي ابسلون يوجد دلتا، اذا كانت بي دوت از اني تاك بارتيشن نورم اقل من دلتا، ذن الفرق بين الريمان صم تبع الالفا مع البي دوت ناقص قيمة التكامل لعدد ال اللي هو التكامل من اي الى بي الفا اقل من ابسلون. ونفس الحكي للدبليو، هي نفس الفكرة هاي اللي كررناها اكثر من مرة. ممكن انت تعمل تو تاك بارتيشن بعدين توحدهم بدلتا المينيمم بين دلتا 1 ودلتا 2 وتعمل بارتيشن واحدة، فما فيش داعي نعيد هذا الكلام. طيب من هذول المتباينتين كمان هاي الفكرة اشتغلتها لما اثبتنا المونوتونيسيتي او اللينير بروبرتيز اوف ذا انتجرال. هاي المتباين الاولى القيمة المطلقة اقل من ابسلون، لو جيت اخذت منها ايش؟ شو انا بدي هون؟ لاحظ عشان تحصل على هاي ستار بدي ايش؟ بدي السالب تبع هاي القيمة المطلقة، يعني ناقص اس زائد التكامل اقل من ابسلون. بنقل الناقص اس على اليمين واجيب الابسلون على الشمال، تصير التكامل من اي الى بي الفا ناقص ابسلون اقل من اس. ونفس الحكي هون، نفس الحكي هون بالنسبة للاس تبعت الدبليو، الريمان صم تبعت الدبليو نفس الكلام، بس هون اخذت الموجب تبعها وديت التكامل هذا على اليمين، اخذت الموجب وديت التكامل على اليمين. طيب الان من اذا من واحد وي جيت، طبعا واحد اللي هي بتحكي لانه عاملين سكويزنج للاف اللي فوق، انه الريمان صم، انه عفوا الاف للاكس محصور بين الالفا وبين ايش؟ الدبليو. طيب اذا محصور بين الالفا وبين الدبليو زي ما شفنا في سابقا، هذا معناته الريمان صم تتحقق هاي المتباينات، انه الريمان صم للالفا اقل يساوي من الريمان صم للاف اقل يساوي من الريمان صم للدبليو. الان من ستار من هون بعوض بدل هاي وبدل هاي، بحط لهم الباوندز. هاي الريمان صم تبعت الدبليو بجيبها اقل من ايش؟ اقل من هاي، وهاي الريمان صم اكبر من ايش؟ من هاي. فشو بصير معي؟ بتحصل على المتباين اللي امامنا الان، انه الريمان صم للاف مع البي دوت اكبر من هاي اقل من هاي، هاي سميناها دبل ستار. لاحظ انا هون راح استخدم الكوشي كرايتيريان فعليا الان عشان اثبت انه الاقتران ريمان انتجرابل. الان باجي باخذ انذر تاج بارتيشن وذ نورم كيو دوت اقل من دلتا، فبالتالي بتحصل على هاي. نفس الكلام اللي طبقناه فوق على البي دوت هون بتطبقه بس ايش؟ على البارتيشن كيو دوت، راح تحصل على نفس المتباين اللي فوق بس مع اختلاف هون اس للاف مع بي دوت، هون اس للاف مع الكيو دوت. الان بدي اطرح هذول متباين ستار دبل ستار عفوا وتريبل ستار، نطرحهم من بعض. If we subtract the inequalities star and double star، كيف اعمل subtraction؟ كيف اعمل اطرح؟ يعني بدي هاي ناقص هاي، ها الاولى ناقص الثانية، اضرب الثانية هاي تريبل ستار اضربها في سالب واجمع، اضرب في سالب واجمع، فبتحصل على المتباينة هاي. هاي قدام انا كاتبها اس للاف مع البي دوت ناقص اس للاف مع الكيو دوت، راح تكون اكبر من هاي واقل من هاي. رجعت جمعتهم، لاحظ شو صار عندي؟ اكبر من هاي مع اشارة سالب، نفسه هون على اليمين مع اشارة موجب. شو معنات هذا الكلام؟ يعني لما تقول اكس اكبر من سالب سي واقل من سي، هذا معناته القيمة المطلقة لاكس اقل من سي، وهذا اللي كتبته هون بعدين، القيمة المطلقة اقل من هاي.
هذا بدوره هذا تكامل من A إلى B W ناقص ألفا حسب المعطيات أقل من إبسلون، فهذا صار عندي أقل من إبسلون زائد 2 إبسلون يساوي 3 إبسلون وخلص. لأن باي كوشي كرايتيريان بما أنه إبسلون بودي إبسلون للصفر أو بما أنه إبسلون أي عدد موجب معناته باي كوشي كرايتيريان بستنتج أن الاقتران F is Riemann integrable. فهذا برهان السكويز ثير زي ما أنتم شايفين، يعني بعتقد الشيء عملية صعبة ما فيهوش صعوبة، أفكار كلها مرت علينا. الآن آخر إشي بهاي المحاضرة اللي هو أعطيتكم إكسرسايز من سكشن 7.2 اللي هو إكزامبل أو كويستشن نمبر 2. السؤال بيحكي لنا consider the function h defined by، لاحظ h of x معرف بقاعدتين x زائد 1 إذا x rational وصفر إذا x irrational. طبعا لو غيرت الفترة أنا نفس البرهان مع تعديلات بسيطة جدا. بحكي لي شو ذات h is not Riemann integrable، h is يعني شبيه بدريشلت function ولكن هناك واحد وصفر مش x زائد 1 هنا اقتران خطي. طيب البرهان يعني نفس الطريقة اللي كتبناها هناك، بنستخدم الكوشي كوشي كرايتيريان اللي هو النيجيشن طبعا تبعه. ليت إبسلون تساوي ربع، طبعا مش شرط ربع، تقدر تاخذ هسه بنشوف بين الصفر والواحد. ليت بي دوت بي اتاك بارتيشن للفترة صفر وواحد with rational tags تي اي، يعني بي دوت هي الاوردر بيرز اللي هي من الفترات الجزئية اكس اي ماينس 1 اكس اي مع التاجز تي اي حيث الاي رينج فروم 1 تو ان. طيب الان اخذنا كمان تاج بارتيشن اخرى اللي هي الكيو دوت اللي هي التاجز تبعتها بيكونوا ايراشنال سميتهم كيو اي، هاي كيو اي نفس الفترات الجزئيه بس تاجز ايش كيو اي which are irrational numbers. then لاي دلتا اكبر من صفر نورمال بي دوت اقل من دلتا ونورمال كيو دوت تكون اقل من دلتا بصير مع الريمان صم للاتش مع الكيو دوت اللي هي تعطى هيك صور الاتش كيو اي صفر لانهم irrational فبالتالي الريمان صم صفر. لان الشغل هون طيب هون الريمان صم مع البي دوت اتش للتي اي في دلتا اكس اي، اتش للتي اي ما هو شو اتش للاكس هو اكس زائد واحد اذا كانت التاجز راشنال، فبكتب بعوض بدل تي بدل اكس بحط تي اي بتصير تي اي زائد واحد. يعني هون كثير من الطلاب لما كنت اجيب لهم بالامتحانات يكتبوا شيء ثاني صراحه مش عارف يكتبوا اكس زائد واحد، يعني تعوض بدل اكس تي اي بصير تي اي زائد واحد واضح بدلتا اكس اي. لان عشان نبسط ممكن انا اجزئ تو سميشن او سميشن هاي اس 2 اكتبها سميشن تي اي دلتا اكس اي زائد سميشن 1 دلتا اكس اي. هاي السميشن دلتا اكس اي زي ما بنعرف تلسكوبينج بظل اكس ان ناقص اكس نوت 1 هاي قاعد بنزلها هاي. الان طيب تي اي دلتا اكس اي كيف بدي اقيمها؟ كاتب لك هون انه هاي اكبر من صفر، مش اكبر من صفر؟ نعم اكبر من صفر. ليش؟ لانه تي اي كلهم اعداد موجبه بين الصفر والواحد. في دلتا اكس اي شو ما كانت ها بدك تجمع اكيد اكبر من صفر، فقلت اكبر من صفر فبالتالي اكبر من صفر زائد واحد يعني اكبر من واحد. فاذا شو وصلنا؟ وصلنا انه هاي الفرق ما بين التوري من صمس اللي اعطتك طبعا هاي صفر بتضل هاي اللي هي اكبر من واحد، والواحد اكبر من ربع اللي انا ماخذه فوق الابسلون نوت. فتحققت ايش؟ النيجيشن تبع الكوشي كرايتيريان معناته فعليا الاتش از نوت ريمان انتجرال. فهاي فكره السؤال اللي موجود بالاكسرسايز. فهاي المحاضره كانت بشكل سريع يعني خلينا نحكي بجوز بس يعني بعتقد الافكار يعني واضحه. ان شاء الله المحاضره القادمه رايحين نحكي عن الكلاسز زي ما قلتوا ريمان انتجرال فانكشنز اللي هم الستيب والكونتينيوس والمونوتون فانكشنز. فبلقاكم ان شاء الله بالمحاضرة القادمة ويعطيكم الف عافية.